احنا اللي صار هي لاربر دو ترانسميسيون عملت سيزايمون تكسرت تكسرت تقطيع كومبليتمون تقسمت على زوج دونك الموفمون ما عادش تتعدى الاخر وقت اللي الموفمون ما عادش تتعدى الاخر الطياره نسرا بلي ستابل باش تولي دور سانس كونترير في البيلوتاج يقراوه احنا انا مانيش متخصص ما يقراوه معنا نسمع من زملائي وقتها البيلوت يلزم يعمل اميريساج ولا اتيريساج لو بلي فيت بوسيبل احنا وقتها بما ان هذيك ما عادش دونك هو البيلوت يلزم يهبط الطياره لو بلي فيت بوسيبل نورمال افكتيفمون كلم تور دو كونترول قال لهم جي ان بيبان عندي مشكل ومن بعد ما فسر حتى شيء ما عندوش وقت يلزم ياخذ قرار وقتها لا خذا قرار نتاعو عمل هبط الطياره هبطها وقت اللي انا باش عرفته اللي وقتها 100% اكسيدون وقت اللي الطياره طايره نشوفه في الاوريزون اوريزونتال وقت اللي عملت بيكي نشوف في الاوريزون عمل لك ولا فيرتيكال يعني ولا عمودي الاوريزون اللي هو هكا نشوف فيه عمودي بالنسبه للشباك مش هو اللي تقلب انتم اللي تقلبتوا احنا اللي تقلبنا بيان سور دونك خزرت لوطه من الشباك نشوف في الموجه صغيره كما صوابع اليدين من بعد وين زايد نشوف في الموجه تقرب وتكبر نسيت صحابي بصراحه نسيت بصحابي وقت اللي تيقنت اللي انا معناها في اكسيدون نسيته من الفجعه ولا ما نعرفش نسيته بقى اللي نسمع واللي قعد في بالي كونهم كلهم يعيطوا والله اكبر الله اكبر عملت اميريساج فورسي دونك الريح وقتها نثبت عليه كما تو وقعد معناها شاد المعلومه 30 30 عقد سكو في الامواج كبيره برشا وقت اللي هي وصلت الماء انت وقتاش قاعد تعمل انا في الكرسي نتاعي والحزام نتاعي مربوط قعدت مربوط وما تحركتش مربوط وما تحركتش نستنى في امر رب خاطر ما تنجمش تتحرك انت خاطر قلت لي صحابك الكل وقفوا وقف وخاطر انت قعدت مربوط وما تحركتش لا ما تحركتش وقعدت مربوط بالسبته وقعدت تلم في بلاستي دونك صحابي كي وقفوا هكا نشوف فيهم والله اكبر والله اكبر وهذاك العهد بهم بصراحه وقت قعدت لهي بالشباك وقتاش باش نوصلوا للبحر خاطر وين زايد الموجه نشوفها كبيره وين زايد نشوفها كبيره حتى لين عملنا بلوف وهبطنا وقت اللي هبطنا الموجه قلبت الطياره قلبتها الطياره تكسروا مراوحها تكسرت معناها عده اشياء ما تبقت هي ما تكسرتش تقلبت بينا وقت اللي تقلبت بينا انا جيت لفوق عالي معناها تقلبت هكا على قلبت على يسارها وقت على جنبها معناها على جنبها تقلبت على جنبها وانا بقيت راكب لفوق معلق وشدتني سبت سنتير دو سيكوريتي وقت اللي نشوف لوطه ما نجمش ننقز خاطر بعيد على بعضها كبيره الطياره 4 متر 5 متر كبيره مش صغيره هذه هي 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 هي, هي اصلها كبيره شو معناها كي تسيب السنتير نتاعك ما نجمش نهبط لهم هما اللي جاني في بالي وقتها جاني يلزمني نكسر الشباك ونخرج منه الشباك كما هكا دوب الباروا صغر باهي وقت اللي مديت لك الشباك عامل شويه كاراتيه وعندي شويه سبور وسبورتيف كما قال صغر وحده وقت اللي ضربتك شباك دو باروا ضربته بالبرودكان ضربته لا ضربته بيدك بيدي وقت اللي ضربته بيدي طاروا زوز مع بعضهم هم الكوتش ممكن زاد تخلخلت لا الطياره ما تخلخلتش بوا كبير وطايحه في الماء ما لا صحه لا معناها الكو هزتك شباك زوز شبابك هذوك زوز وحليت السبته وخرجت بدني الاولاني معناها راسي نلقاك لي زانتين نتاع الطياره كبشت فيهم بدايه وش واحد شد لي ساخي خرج ورايا معايا وجبت روحي وكبشت في لي زانتين وطلعت فوق منها وقت اللي طلعت فوق منها ما فما حتى واحد من صحابي بيرسون الكل قعدوا في وسطها هو اللي صار شنو انا خرجت من الشباك هما ما نجموش يخرجوا منه لانه بعيد عليهم انا من ظهري خاطر هما اللوطه هما لوطه بعيد عليهم حتى واحد انت لفت انك معناها اللي منعك اللي مشدود بالسنتور ما تحتش صحيت مشدود بالسنتور ومن بعد بقى مخي عليا نوعا ما بديت شفت اهميه السنتور اي بديت نفكر نوعا ما هما ثم ثلاثه مراحل نسيت ما قلتهمش اللي تعداوا لي في لحظه فراكسيون دو سكوند فراكسيون دو سكوند حسبت روحي ما نصليش وحسبت روحي امي وقتها جهل عليا الله يرحمها تحبني برشا وانا وقتها رئيس عائله دونك كيفاش باش يجي الخبر هذاك تعدى قدامي ومن بعد
كيفاش ما نصليش ومن بعد كيفاش باش تعدى الفرونتيير. هذوما ثلاثة تعداوا في فراكسيون دو سكوند ومن بعد الريفلكس بدا يخدم وحده. باش تقول أنا عندي مخ ومفكر، لا ما تفكرش، تم الريفلكس يخدم وحده. كسرت بيه الريفلكس هذاك، هو اللي كسر الشباك وهو اللي شد ليزانتين وطلعت فوق منها. وقت اللي طلعت فوق منها خزرت اليمين اليسار، حبيت نقمر منين نروح ما تشوفش كلمة.